بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الإبسود ده في السيريز ده إن شاء الله بإذن الله راح نتكلم عن اليوزرز. في حلقة اليوم يا جماعة عايزين نتكلم عن إيه؟ عن بريف، عن مقدمة بسيطة كده، يعني إيه اليوزر؟ طيب اليوزرز في جلب وورد بريس البانل اللي اسمه يوزر ده خاص بحاجة واضحة جدا على ما أظن للناس، خاص بإدارة المستخدمين. مين هم المستخدمين؟ هم الأشخاص اللي راح يتعاملوا مع الموقع، أيا كان بقى من ضمن فريق العمل أو من ضمن الناس اللي هتبقى هي الفئة المستهدفة، الناس اللي هتقرا الأرتيكلز وتشوف الفيديوز وتشوف المحتوى اللي أنت بتحاول تنشره، والناس اللي هتنتر أكت مع المحتوى ده، سواء كان بالتعليق أو بالإعجاب أو بالنشر وغيره من الطرق المختلفة. حلو خالص. لما نيجي نضغط على يوزر بتلاقي ظهر لك ثلاث حاجات، أولهم بتكون all users، إن المستخدمين كل المستخدمين اللي موجودين في الويب سايت تبعي. الجانب الثاني كان خاص بأد نيو وإضافة المستخدمين. الجانب الثالث كان خاص بيور بروفايل، وده الملف الشخصي بتاعي أنا كأدمنستريتور. طبعا الملف الشخصي بيختلف من شخص لشخص لشخص على حسب الرول، وده نقطة من ضمن النقط المهمة جدا اللي راح نحكي فيها إن شاء الله بإذن الله. طبعا السكرين أوبشنز بالإيميل والرول والبوست وعدد الناس اللي بيظهروا، أمور بيات سهلة وبسيطة وما فيها أي مشكلة. إحنا طبعا اعتدنا على الوضع، وأنا عندي اثنين مستخدمين. تمام، المستخدم الروت اللي هو الادمن ده الكرييتور، او حتى الرول بتاعه ادمنستريتور، والمستخدم الثاني انا حاولت اضيفه علشان ندي الناس الكيفيه او الاليه بتاعت اضافه مستخدم. طيب انا احاول اضيف مستخدم ازاي؟ بمنتهى البساطه، كل اللي عليني اضغط على اد نيو من فوق، اور اد نيو من اليوزر من تحت، اور من نيو ممكن اضغط على اد. كل الطرق تؤدي الى اضافه مستخدم جديد للويب سايت تبعك. طيب ايه مني في القصه دي؟ انك تاخد بالك من الريكوايرد، بس اليوزر نيم ده ريكوايرد، الاسم والايميل ده ريكوايرد عشان يبعت عليه الفيرفيكيشن. الباقي ده وورد بريس بيحاول يعمله بشكل تلقائي. تمام كده، جميل. من تحت كده شايف قصه رول دي؟ طيب في الرول انا عندي كام حاجه، عندي سبسكرايبر، افتكر من تحت لفوق، ها من تحت لفوق، سبسكرايبر دي رقم واحد، اثنين كونتريبيوتر، ثلاثة اوثر، أربعة اديتور، وخمسة ادمنستريتور. وبعد ما نتعلم مهارة اضافة مستخدم دايركتلي هنشرح الفروقات ما بين الخمس، او دول 1 2 3 4 5، الخمس عناصر الاساسية دول. تمام، بعد ما حضرتك تكتب اليوزر نيم والايميل وتكمل الداتا الجميلة دي، هتلاقي ووردبريس على الايميل اللي محل الارسال بعت لك رساله. تمام كده، الرساله دي مفادها كالتالي: تو سيت يور باسورد، ادي اليوزر نيم اللي انا كنت بتكلم اللي انا حطيته، والموقع تبعي ووردبريس @me.alinajar بعت لي الرساله، وبيقول لك بالله اضغط هنا علشان تكمل الداتا. فلما حضرتك تضغط هنا هيحاول يخليك تست الباسورد بتاعك. يعني مثلا خلونا نكتب باسورد، ريست للباسورد. تمام، ادي الباسورد تبعي وكده، اوكي تمام 100 100. انا كل اللي انا محتاجه اني بس اعمل لوجن، وفي اللوجن تبعي انا مش هدخل بحساب الادمن، انا هدخل بحساب اليوزر نيم اللي اتعمل. ادي اليوزر نيم كان معمول باسم علي، والباسورد اللي انا لسه مغيرها يعني، واعمل لوجن. الاقي ان هو دخلني بقى على مين؟ على الداشبورد، او حتى لو الناس بصت على الداشبورد تبع تبعي. تمام كده، يبقى انا عندي ايه؟ دي الاليه او الطريقه اللي بيها بتقدر حضرتك تضيف مستخدم. سهله؟ سهله وبسيطه، وان شاء الله باذن الله ما فيها مشكله. طيب اوكي جميل، خلينا نرجع مره ثانيه لليوزرز، و انا عايز نتكلم عن موضوع بعد ما اتعلمنا ازاي نضيف مستخدم، موضوع الفروقات ما بين الخمسه دول يا جماعه. تمام كده، انا طبعا مش هضيف مستخدم تاني، بس انا عايز الناس تركز معايا في الفرق ما بين الخمسه دول، وانا هاخدهم من فوق لتحت. اولا الادمنستريتور، ركز معايا بالله عليك، ده اعلى الادوار قوه، ده المسؤول عن إضافة وحذف وتعديل كومنتات، إضافة وحذف وتعديل بلاجنزات، إضافة وحذف وتعديل مستخدمين، إضافة وحذف وتعديل كومنتات. خد بالك لما تدي لأي حد صلاحيات أدمنستريتور هياخد فول كنترول في كل شيء كأنه الأونر للويب سايت. ها؟
هيعلم عليك يعني. تمام. الجانب الثاني كان خاص بالاديتور. تمام كده. الاديتور ده تحكم كامل في الكونتنت بتاع الموقع. ركز بالله ربنا يبارك لك. تحكم كامل في ايه يا جماعه؟ في الكونتنت بتاع الموقع. يعني يقدر يضيف ويحذف ويكومنت ويببلش تدوينات، يضيف ويحذف ويمنتج كومنتات، يضيف يقدر يغير في السيتنجز بتاعت الويب سايت، لكن مش يقدر يتعامل مع مش يقدر يتعامل مع السيتنجز، اسف يا ربي، مش يقدر يتعامل مع البلجنز. تمام. هو كل قصته في انه يتعامل مع مين؟ مع المحتوى بتاع الموقع، لكن ما يقدرش يكنترول في البلجنز. جميل خالص. المهاره الرول الثالث كان الاوثر. الاوثر ده يقدر يضيف ويعدل ويحذف ويكومنت وينشر تدوينات خاصة بيه هو، خاص بيه هو. يعني الحاجات اللي هيحذفها مش هقدر يضيق يحذف حاجات خاصة بأوثر تاني، لا لا، الحاجات اللي هو بيكتبها يقدر يحذفها، يقدر يعدل عليها. تمام كده. تمام. طيب، هو مش يقدروا يعملوا كاتيجوري، ها، يعني ما يقدروش يعملوا their own كاتيجوري، لكن يقدروا يعملوا يضمنوا الارتكل او البوست اللي هم بيكتبوه ضمن كاتيجوري اوريدي موجودة. تمام. يعني يضمنوا الموضوع ضمن كاتيجوري اوريدي موجوده. تمام. طبعا يقدروا يتاجوا على الكومنتات، يعني يقدروا يضيفوا تاجز على الكومنتات، يقدروا يشوفوا الكومنتات البيندنج، يعني الكومنتات اللي مستنيه الاذن بالابروف او الحذف، او يعني بس. تمام. يقدروا يشوفوها بس ما يقدروش يعملوا مودريت عليها، ما يقدروش يعملوا كنترول عليها، يعني يعملوا لها ابروف او ديليت او اجنور او الكلام ده، ما يقدروش يعملوا القصه دي. تمام. طبعا مش يقدروا يتعاملوا خالص مع السيتنجز والبلجنز والثيمز، لا طبعا ما يقدروش. الجانب الجاي كان خاص بالكونتريبيوتور. الكونتريبيوتور دولت يقدروا يضيفوا ويعدلوا تدويناتهم الخاصه، لكن ما يقدروش يعملوا ببلش. تمام. تحت كانوا يقدروا يعملوا ببلش. الاوثر كان ممكن يعمل ببلش، الكونتريبيوتور يكتب ويمنتج ويعدل، لكن ما يقدر يعمل بابلش. طيب، يقدروا يعملوا كاتيجوري، دول يقدروا يعملوا كاتيجوري او يضمنوا البوست اللي هم بيكتبوه ضمن كاتيجوري اوريدي موجود. حلو. يقدروا يعملوا تاج للكومنتات، يقدروا اسف يعملوا تاج للارتكلز اللي هم بيكتبوها، يعني يضيفوا تاجات. يقدروا يشوفوا الكومنتات البيننج، لكن برضه ما يقدروش يعملوا مديريت عليها. مش يقدروا يغيروا اطلاقا في السيتنجز والبلجنز والثيمز والنقط دي. الجانب اللي جاي كان خاص بالسبسكرايبر. السبسكرايبر دولت يقدروا يعملوا لوجن على الموقع ويعملوا ابديت للبروفايل الشخصي بتاعهم، يقدروا يغيروا الباسورد، ما بيقدروش يعملوا اي شيء تاني، ولا حتى يشوفوا البوست، ولا حتى يشوفوا البوست ولا الكومنتات ولا الكلام ده. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.